شهدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة للدارسين من مبادرة صنايعيات مصر، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. تضمن الحفل معرضا لمشروعات تخرج الشباب في مجالات الخزف والنحاس والتطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلي، والذين تم تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية. وأشرف عليهم نخبة من الأساتذة المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية من العاملين بالمركز.